في هذه المرة ضمن برنامج جولة في مهرجان الفيلم. فيلم ما في الأرحام، فيلم لمخرجته مريم عزيزة بنت الطالب، يصور الفتاة ككيان يمثل إشكالية في الثقافة الموريتانية، وخاصة نظرة المجتمع للفتاة باعتبارها مرتبة ثانية خلف الرجل. يختار بين الذكر والأنثى في أثناء الحمل الصالح. سيان الحمل والطفل والحمل والطفل مردة عادية، ما في تثقل بين انه طفل ولا طفلة، ما في بعض فرق. وحدين منهم يصوروا عن اسهل ولادة الطفلة، قال لك بين الطفلة لا تخلق عادة ما كيت ذاك ما هو صالح. هي واحدة رب انه يعلنها مهمة لا جمالها وزينتها والكمال مخلي للراجل. انا كنت اشاهد فيلم لديمي مور اعتقد، وهذا الفيلم اعطاني انطباعا غريبا جدا. كانت تلعب دور متدربة في الجيش الأمريكي، وكان يدربها رقيب كان يريد أن يفرض عليها سلطة الرجل داخل المؤسسة العسكرية في أمريكا. والغريب أن المجتمع الأمريكي داخل الجيش لم يتقبل هذه الفتاة. الرابطة النسوية السوى عليات منهم ومنهم أخلاق متهمدي ومنهم حاجة متعبدة. أعتقد أن أنوثة المرأة لا تكمن أبدا في مهنتها أو لا في لبسها ولا في الطريقة التي تكسب من خلالها العيش. كانت الأنوثة في قديم زمان ذلك الجسد الذي لا يرى، تلك المرأة الخيال التي لا نراها إلا في أخيلة الشعراء. ثم حتى عندما ننظر في موريتانيا كيف كانت أنوثة المرأة، تلك المرأة التي تمتلئ كيلوغرامات. بدأ الوعي اللي عندنا احنا الآن كانوا ضد منظمة النساء اللي ترأسها سيدة الأولى، كانوا حركة نسائية معنيات موريتانيا بالعشرة فهمت، وكانت من الأوبوزيسيون، كانت معارضة للغاية. ما خالد المهنة ما تمارسها المرأة فتية، كيف تقعد بوزيرة، تقعد عمدة، تقعد بالجيش، وتقعد بالطيران. المرأة فعلا لخص مجتمع البيضان، المجتمع الموريتاني، وتوفر لها ياسر، ينفتح لها ياسر من الأبواب، ينفتح المرأة قاعدة في الوطن العربي بصفة عامة. ما محرم عليها إيش. ما في الأرحام فيلم أراد من خلال عنوانه الذي يلف بين ثناياه كتلة من الغموض الفني أن يرصد الأفق الرحب الذي ينظر إليه الموريتانيون من زاوية ضيقة، مؤكدا كذلك بأنه لا يعرف أحد هل المولود الآت بنت أو ولد. فلعل الفيلم ومن بعده مخرجته أرادا أن يزيح الفارقة بين الرجل والمرأة، مؤكدا من خلال الصورة والكلمات أن الفتاة تبقى فتاة حتى لو كانت عسكرية ولبست زي العسكر، والرجل كذلك يبقى رجلا حتى لو عزف على الآردين الآلة الموسيقية التي لطالما كانت حكرا على النساء في المجتمع الموريتاني. سابق عمر أخبار طارقين، أنا من ستماني خالق، وأنا ربي في سر من الدندني توتو هذه وطاهرة وأخواتي، ومن زلت صغير وأنا زين عندي قفة طارقين. لكن ما جرأت لأن خبطوني أنا عندي 92، شفت الرجال هون مالي يخبطوا يردون، هون واحدين قالوا معصر، هون واحدين قالوا يسلموا، وهون واحدين قالوا العيد. قدرت بيها مهرجان مالي في بتجان. يا أنت التي انتبذت بيني وبيني مكانا غير ممنون، بيني وبيني مقام لم تنخ أبدا أنثى عليه، مقام جد مظنون.
وأنت أنت رتبت لي خلف الهوى قدرا إن لم يكن قدري في الحب يرضيني وقلت آمن فلا حبي وها أنا ذي واكفر إذا شئت لا إكراه في الدين آمنت بالحب في عينيك مكتملا سكناي في الشفق المزور يحدوني عيناك تدعو فضولي للمكوث هنا وشيخ نجد إلى التفاح يدعوني.